كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الله تكون كامل بخير وعلى خير، احوال جيده. اليوم انا طالع على الجبل كنصور معكم الطبيعه، وهاتوا معايا ان شاء الله نوريكم شي حاجه هايله. ومن بعد عمي من وصلنا الدرعة وان شاء الله احنا في سيوانا. دابا عاد اسمحوا لي، كنت عاد صورت في داخل، كنا كنتغداو وتعطلنا في اخر ساعه ديك الفيديو ما عارفين مشى صحاب لي كنصور وهو والو. المهم احنا يجبطينا باقي، دابا عاد نكملوا دابا حنا في جبل كبير، هو هذا كسمعني في جبل حبيب، غادي نكملوا نبني عروس الشار ديالنا فهمتيني. دابا هذا جبل حبيب وحنا عاد ماشي نبني عروس، يعني الطريق نبني عروس اصلا كروش بلانكو، كروش بلانكو من تما كيمشيو من تما، يعني كندخلو من كروش بلانكو نيشان، هذيك هي الطريق نبني عروس. واو شوف هذا المنظر مزيان، منظر غزال الصراحة، الله غزال غزال بزاف. شوف الطريق شوف هو مزيان الصراحة، الله غزال. مطعم زيون هذا المنظر. سافرنا من عروس جوج ماما وبا تما في الجبل، وغنطلعو كيطلعو يهودو دابا شهر هما تما، وحنا طالعين عندهم دابا غنطلعو عليهم مساكن. وهذا اللي كاين تما معاه، هذا عاوت هنايا المطاع هذا مزيون. شوف مزيون هنايا، شوف هذا الطبيعة يا غزالة الصراحة. شوف هاديك الجبل فيك يظهر، ايوا كنتمنى دوز باطينا دابا غنركبو باش نمشي ان شاء الله يا ربي. كبير دوزنا جبل حبيب، حنا ماشيين دابا، منظر مزيون الصراحة، الله غزال الطبيعة. ماشيين دابا الطبيعة، أيوا هنايا كيعدلو الطريق، الطريق شوية شوف شوية في المجمر هنا السردين. سلام سلام تبارك الله، دير شي في هذيك الطبيعة. شوف هذا، شوف شوف المجمر، خليه شوي. دابا ها الحوت هي تشوات، السردين ها اللوبيا، ها السردين عاوتاني السردين والشرا المقلية، وهايا الجود البادية هو هذا، ها هو كلشي مزيان، وتا فيديو آخر إن شاء الله يا ربي.